ومشاهدينا أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الاقتصادية من قناة الشروق، نبدأها بالعناوين. صندوق النقد العربي يخصص أكثر من 300 مليون دولار دعما للسودان. منظمة اليونيدو تكشف عن سياسة وطنية لترويج الاستثمار وريادة الأعمال. شركة ألمانية تبدي رغبتها بالاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية بالبلاد. أهلا بكم. كشف صندوق النقد العربي عن تخصيص نحو 305 ملايين دولار لقروض وتسهيلات تجارية وبناء قدرات ومساعدات فنية. وأعلن رئيس بعثة صندوق النقد العربي أحمد أبو بكر البدوي عقب لقائه وزير المالية إبراهيم البدوي، أعلن عن برمجة التمويل للسودان بإطلاق قرض تعويضي بما يعادل 110 ملايين دولار خلال نوفمبر الجاري، فيما يتم تنفيذ قرض عادي في الربع الأول من العام 2020 بما يعادل 45 مليون دولار. أوضح البدوي أن خطة الصندوق تتضمن دعم السودان بما يعادل 80 مليون دولار أخرى حتى نهاية العام 2020. حث الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو محمد السيد عبد المؤمن على أهمية الشفافية في الأعمال التنموية بهدف الوصول إلى نتائج جيدة للإنتاج. وقال عبد المؤمن خلال ورشة السياسة الوطنية للجودة إن مشروع السياسات الوطنية للجودة هو من برامج المنظمة بجانب التصنيع الزراعي وتوفير فرص التوظيف للشباب، كاشفا عن برامج مشتركة مع وزارة التجارة لوضع سياسة وطنية لريادة الأعمال بالتعاون مع مكتب المنظمة المعني بترويج الاستثمار وريادة الأعمال بالبحرين. شرفنا احنا كيونيدو كشركة في هذا العمل، وأنا دائما أقول العمل ده هو عبارة عن شراكة قوية، ممكن أقول بدت ثلاثية، لكن في جوانب أخرى من الشركاء دخلوا في العمل بالطبيعة الحال، والآية المواصفات والمقاييس السودانية المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة ومنظمة اليونيدو عملوا معا في الخطوات الكثيرة جدا جدا إلى أن وصلت المرحلة اللي يمكن بشوية تم عرضها. إلى ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أهمية تعزيز سياسات ضبط الجودة في المنتجات المحلية خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. ما أبرزته الدولة من خلال خطابها التنموي والاقتصادي خلال الفترة السابقة هو كان يركز على مسألة مهمة جدا، على مسألة القيمة المضافة للمنتجات السودانية، والقيمة المضافة ليست فقط هي في مسألة التصنيع وفي مسألة تعدد العمليات قبل التصدير، ولكن أيضا في مسألة جودة السلع السودانية وإعطاء القدرة التنافسية، خاصة إنه العالم الآن الأسواق منفتحة على بعضها البعض، ودي مسألة بتستدعي إنه ما ينتجه السودان يفترض إنه هو يكون فيه جودة. من جانبه، قال وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس إن حرص أصحاب المصلحة على حضور ورشة السياسة الوطنية للجودة يدل على اهتمامهم الكبير على تعزيز الجهود الوطنية لضبط الجودة في المنتج المحلي. من مشاركة معظم أصحاب المصلحة في موضوع الجودة، دي مسألة مهمة جدا جدا. تعلمون يا أخوان وأخوات بأنه كثير من البلدان التي يعني تقدمت وصارت رائدة في مجال في الساحة الدولية، المفتاح السحري لتقدمها كان التركيز على الجودة. أبدت ألمانيا رغبتها بالاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد، وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم خلال لقاء السفير الألماني بالخرطوم أولريش فوهلم إن قطاع الكهرباء يعتبر قطاعا حيويا داعما للنهضة الاقتصادية بالبلاد، وذلك من خلال زيادة الإنتاج والتوسع في القطاع الصناعي الذي يتمتع بفرص واعدة للاستثمار. وثمن الوزير وجود شركة سيمنز الألمانية في قطاع الكهرباء بالبلاد، داعيا الشركات الألمانية الأخرى إلى الدخول في قطاع الطاقة والتعدين في السودان.
وقعت ولاية شمال كردفان عقدا لإنشاء شبكة كهرباء مدينة أم دمحاج أحمد بمبلغ 33 مليون جنيه. وقال والي الولاية المكلف الصادق الطيب عبد الله إن خط شبكة الكهرباء والذي يبلغ 375 كيلومتر يغطي كافة أحياء المدينة. وأكد أن تغطية مدن وقرى الولاية بشبكة الكهرباء يعتبر تحديا كبيرا تسعى حكومة الولاية لتجاوزه. من جانبه أشار المدير التنفيذي لمحلية أم دمحاج أحمد أن مشروع شبكة الكهرباء يمثل دافعا للعمل الاقتصادي ويدعم عملية الإنتاج بالمنطقة. تم التوقيع عقد الكهرباء محلية أم دم أو مدينة أم دم بين جمعية كهرباء أم دم وحمال الأسر الهندسية بطول 375 كيلو اللي هو بطول 750 عمود. وافتكر انه من المشاريع الحيويه او الهامه جدا المحتاجه لها الان مدينه ام دم حتى انها تبقى في مصافي المحليات باذن الله تعالى. بتكلفه 33 مليون هي تمويل بنكي بتمويل صغار التمويل الاصغر، وان شاء الله يتم استردادها من خلال الجمعيه لصالح البنك. والولايه صراحه عليها تجهيز مصدر الطاقه، ومصدر الطاقه جاهز الان، نحن لدينا وابرات الان جاهزه. الى ذلك اكد ممثل الشركه المنفذه عبد العزيز دفع الله اكتمال كافه الترتيبات اللوجستيه والفنيه لبدء تنفيذ مشروع شبكه كهرباء ام دمحاج احمد وتغطيه كافه احياء المدينه، مشيرا الى كفاءه الشركه ومنسوبيها في تسليم المشروع وفق الجدول الزمني. ان شاء الله نحن جاهزين ومستعدين، واستافنا جاهز وعملتنا جاهزه والياتنا موجوده، وان شاء الله في القريب العاجل مجرد ما ضخت التمويل حنبدا طوالي. تقريبا المده المكتوبه في العقد هي زي شهرين، ان شاء الله في ظرف شهرين ان شاء الله ام دمحاج احمد حتنور باذن الله تعالى. طالبت اللجنة التمهيدية لاتحاد الماليين والاقتصاديين بإعادة هيكلة الدولة وترشيد الإنفاق الحكومي، إضافة إلى توسيع الموارد واستغلالها بما يحقق رغبات وتطلعات الشعب. وأكد الأمين العام للجنة التمهيدية حسين أبو جمة خلال ورشة تدريبية بالنيل الأبيض أهمية برامج التدريب والتأهيل في تعزيز قدرات العاملين بالمؤسسات المالية. الوعي المهني، ونامل أن تساهم هذه الورشة في تطوير الأداء ورفع كفاءة منسوبي وزارة المالية. وسوف تستمر هذه الورشة على بقية الولايات بمبادرة من الاتحاد المهني الماليين والاقتصاديين، وعلى قناعة أن ولاية مثل ولاية النيل الأبيض ولاية غنية بمواردها البشرية والمادية. من خلال وزارة المالية سوف تسهم إسهام كبير في زيادة الناتج المحلي، وسوف تلعب دور كبير في زيادة الناتج القومي. ونأمل من خلال مثل هذه الورش أن يتم تبادل الخبرات لتعم الفائدة، ونحن بمثل هذه الورش يعني على قناعة بأننا نسير في الاتجاه الصحيح. وفي ذات السياق أكدت مديرة الميزانية بوزارة المالية والاقتصاد بالنيل الأبيض فاطمة الحاج أهمية الورشة في رفع الوعي المهني وتطوير الأداء المالي، وقالت إن الورشة تستعرض مفهوم الموازنة الجديدة للعام 2020 ومحاور البرنامج الإسعافي. بناء على ذلك سوف تكون الورشة تأخذ عدة محاور: مفهوم الموازنة، الأهداف، الإعداد حسب الوضع الانتقالي وحسب المشروع الائتمان من حيث الفقر، ستة محاور للبرنامج الإسعافي: تخفيض حدة الفقر، وإشراك النساء في الحكومة الانتقالية تماشي مع السياسة العامة، وكذلك وضع الإيرادات والمصروفات بتقليل النفقات والزيادة على الإيرادات. أوصت ورشة إعداد تقارير أداء وحدات الحكم المحلي والولائي بغرب كردفان بتحسين الأداء المالي وزيادة كفاءة العاملين ورفع مقدراتهم العلمية والعملية. وقال مدير المالية والقوى العاملة بغرب كردفان في ختام أعمال الورشة أم بدة محمد إن الورشة هدفت إلى تمليك العاملين المهارات الضرورية التي تعينهم على تطبيق ميزانية البرامج والأداء، مشيرا إلى ترتيبات إعداد موازنة العام المالي 2020 في ظل مرحلة جديدة تمر بها البلاد.
مشاهدينا ما زلنا معكم في جولتنا الاقتصادية فيها عقب الفاصل. النفط يرتفع بفعل تراجع مخزون الخام الأمريكي وتصريحات أوبك. أهلا بكم. ارتفع النفط بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجعا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية، وارتفعت العقود الآجلة لبرنت لتصل إلى 62 دولارا و76 سنتا للبرميل، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ليصل إلى 57 دولارا و51 سنتا للبرميل. وقال معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام تراجعت لتصل إلى 541 ألف برميل في الأسبوع الماضي. تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، ونزل المؤشر الأوروبي إلى 0.2% مع هبوط الأسهم الألمانية إلى 0.4%. وقالت شركة تصنيع السيارات الألمانية أن تجديد قواعد الانبعاثات سيضر بالأرباح في 2020-2021، مما يضطرها للسعي إلى توفير أكثر من مليار يورو عبر خفض أعداد الموظفين في مرسيدس بنز بنهاية 2022. ارتفعت أسعار الذهب في ظل تراجع الأسهم الآسيوية، وارتفع السعر الفوري للذهب إلى 1466 دولارا و51 سنتا للأوقية، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة إلى 1467 دولارا و10 سنتات للأوقية. على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم ليصل إلى 1726 دولارا و50 سنتا للأوقية، وارتفع ليصل إلى 16 دولارا و68 أو 98 سنتا للأوقية، بينما زاد البلاتين إلى 876 دولارا و35 سنتا للأوقية. مشاهدينا، في ختام النشرة الإخبارية نذكر بعناوينها. صندوق النقد العربي يخصص أكثر من 300 مليون دولار دعما للسودان. منظمة اليونيدو تكشف عن سياسة وطنية لترويج الاستثمار وريادة الأعمال. شركة ألمانية تبدي رغبتها بالاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية بالبلاد. إذا مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار الاقتصادية من قناة الشروق. للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقعنا شروق.net. في أمان الله.